كيف تم التعاقد مع الاتحاد؟ مين اللي كلمك وأقنعك وتعاقدت معه؟ على معرفتي ان مجلس الاداره لنادي الاتحاد ان انا كنت مختارهم، وطبعا مش هنسى ان الوكيل محمد شيحه طبعا، لان وحاليا انا موجود زي ما انتم شايفين. مده التعاقد مع الاتحاد، وان امكن تقول لنا القيمه الماليه بتاعته. العقد بمدته لمدة سنتين، ولكن المادة أنا اتنزلت كتير جدا من وقتي عشان أرجع مصر. أنا فهمت إن الوضع شوية في تغيير، والأسعار بالنسبة للمدربين واللاعبين، ولكن بالنسبة لي ما كانتش مشكلة. عموما أنا ما بصيتش من الناحية المالية، ولكن رجعت في مصر تاني.